السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الملحة الحية كنسميوها احنا في المغرب الملحة الحية، هي الملحة المعدنية، الملحة ديال المعدن اللي كيجبدوها الناس على شكل احجار يعني من بعض المعادن. وعندنا معادن كبيرة في المغرب، والمغرب معروف عليه انه كان اكبر مصدر للملح. وعندنا انواع كثيره من الملح، وعندنا انواع جيده من جرف الملحه حتى الزيمه الناحيه ديال بوجنيبه مراكش، هذه كلها مناطق يعني نخليو المناطق ديال الملح العريش حتى الشمال، هذو عندنا الملح ديال البحر اللي كنجمعوا فيها يعني هذه الملحه. كاين مناطق من جهه بن قرير، من جهه العطاويه، كاين واحد معدن جيزمون، كاين واحد منطقة كبيرة ديال الملح تحت الأرض، يعني على شكل الملح اللي كنعرفوها على شكل يعني باللورات. وهذه الأنواع من الملح في المغرب هي كلها جيدة. كاين بعض المناطق الملح فيها شوية حديد جيد، كاين بعض المناطق بحال الملح البحر فيه اليود. الملح المعدني ما فيش اليود بكثرة، في معادن أخرى ولكن اليود ما فيش بكثرة. وهو اليود يعني ما خصوش يكون كثير في الطبيعه، خصو يكون ولكن ما خصوش يكون كثير، لان نحتاج كميه ضئيله حال السكان المدن والسكان مثلا اللي عليهم اللي كيطبخوا في الديور واللي كياكلوا اشياء متنوعه، هذو لا يحتاجون يعني زياده في اليود. بعض المناطق بحال تحناوت، بعض المنطقه في الغرب جيت تحناوت وازيلال، واحد المنطقه في الغرب يعني صغيره جدا في هذا، هما اللي عندهم واحد النقص ديال اليود، هذو لا باس ياخذوا اليود على شكل يعني مضاف الى الملح او حتى على شكل يعني طبي، ماشي مشكل، ليس هناك اي مشكل. ولكن المناطق الاخرى لا تحتاج يود، المدن الساحليه لا تحتاج يود، بالعكس هو ما خص ياخذوا اليود بكثره. علاش؟ لان الكميه اليود التي اضيفت للملح هي كميه ربما ستضر الاطفال. لماذا؟ لان جسم الطفل ماشي هو جسم ديال الانسان هذا، ثم ان هذا اليود هذا كما قلت هذه المدن الساحليه لا تحتاج، لان جميع المكونات اللي كاينه فيها هي مكونات فيها اليود، واليود لا نحتاجه بكثره، لا نحتاج هذا اليود بكثره. ولذلك هذا السيد جزاه الله خيرا انك يبين ذاك الذكاء ديال المغاربه وكيبين الحضار ديال المغاربه. انا المغاربه كيحضرون الاشياء، يعني ما ربما يلسعون ولكن مره واحده، لا يلسعون مرتين. لماذا؟ لان الان الحديث ديال اليود هو الان كيدور، وان التحليله ديال الدم ديال المغاربه ولا فيها اليود مرتفع، يعني هذه شي ثلاث سنوات ولا اربعه، يعني علاش؟ لاننا هجنا النهج ديال اضافه اليود الى الملح. الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك كان عندها تحفظ على تعميم الملح، ماشي على اضافه، على تعميم الملح الذي المزود باليود في المغرب. يعني كان عندنا تحفظ وما زال عندنا تحفظ، وما زلنا لا نقبل بتعميم يعني الملح باليود في المغرب. ممكن نعطيه لبعض المناطق، ممكن نضيفه على اشياء اخرى، نعم ما عندنا اي مشكل كاع الاشياء. غير التعميم ما يكونش. نعم غير التعميم لا. لماذا؟ لان التعميم غادي يكون عنده مشكل كبير، وغادي يكون عنده مشكل خطير. ثم ان هذه من جهه، من جهه اخرى انهم لم يستشيرونا في هذا الامر، ونحن خبراء في الميدان، لم يستشيرونا طبعا، لما لا يستشيرونا فنحن طبعا لا نقبل هذه الاشياء ولا نقبلها. فهذا من جهه، وربما يكون مشكل ديال اليود، انا اقول ربما سيكون مشكل عسير ديال اليود. فاللي عندنا الان اللي حاصل في الغده الدرقيه ليس نقص في اليود، ولذلك قلنا لم يستشيرونا، هو ليس نقص في اليود ابدا. ما الذي تغير من الخمسينات والستينيات الى الان؟ لماذا المغاربه من قبل كاين مناطق نعم عندنا فيها الكواتر، مناطق ديال التحنوت نعم هذو ما نتكلموش عليهم، هذو ممكن ياخذوا اليود مباشره من الصيدليات، ما عندناش مشكل. ولكن هل هناك نقص في اليود في المدن الاخرى؟ ابدا. المشكل اللي واقع لنا الان هو ان الغده الدرقيه هي التي اصبحت مريضه، وليس المشكل في اليود، واصبحت مريضه امراض اخرى، لان هناك تشعيع. يعني كنعرفوا بان المشكل ديال 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 التشعيع الراديياسيون هو مشكل كيضرب الغده الدرقيه اولا، واوروبا تشتكي من هذا الامر هذا منذ 20 سنه هذه. فالمشكل ديال التشعيع، المشكل ديال التلوث، والمشكل ديال البلاستيك، والمشكل ديال الزيوت المهدرجه، هذه طبعا لا يمكن ان تكون الغده الدرقيه على احسن ما يرام. فهذا من جهه، من جهه اخرى نلاحظ على ان اليود لا يمكن الغده الدرقيه تكون عندها تسمم بالالومنيوم وبالكادميوم وبالبلوم وتكون عندها نقص في الفيتامين او الاو، لا يمكن الغده الدرقيه تاخذ يود من الطبيعه، لا يمكن، من المستحيل. ثم لما يكون السيلينيوم ناقص كذلك، ملي كيكون السيلينيوم ناقص اليود ما يتخرجش،
السيلينيوم موجود عندنا، لانك لاحظوا على ان كاين في زريعه القرعه، كاين في حبوب الكتان، كاين يعني السيلينيوم في منتوجات البحر، كاين في الدجاج البلدي، كاين السيلينيوم في كثير من المنتوجات اللي كانوا المغاربه كياكلوها من قبل. فهذا المشكل ديال المعادن الان اللي كتاخذ المكان ديال المعادن التي يحتاجها الجسم اللي كنسميهم لي ميكرو اليمون، هي اللي مشكل الخلل هنا فين كاين. اما اليود كاين، ما عندناش معاه المشكل مع اليود طبعا. ما عندناش، نحن بلاد السمك وعندنا مشكل. لا يمكن، لان علي الناس اللي كياكلوا السمك مره في الاسبوع عندهم يود كافي، ما ليس هناك اي مشكل، لان كميه اضافه 2 مليغرامات ولا كميه ديال مليغرام ونص ما كيحتاجش الانسان كثير، ما عندناش معاه مشكل. هذا السيد جزاه الله خيرا كما قلت ان يتساءل عن هذه عن يعني عن عن, عن هذا النمط العيش. اذا كان الناس ياخذون حبوب كامله جزاه الله خيرا، كيتكلم على الخبز الكامل. نعم، الخبز الكامل معنى انك تاخذ 100% فيتامينات. جيد. لما تنزع النخاله، لما تزيل النخاله يعني تغربل، تقريبا 70% تنقص 70% من الفيتامينات، ومنهم البيريبيري، منهم فيتامين باء واحد. هالمشكل فيك يعني، وباء واحد مهم يعني، المكون يعني التيامين هو مكون جيد يعني، وكذلك الباء ثلاثه النياسين هذه. فالى نزعنا هذه الفيتامينات من الحبوب، هو المصدر الاصلي التيامين هما الحبوب، المصدر الاصلي. فاذا كانوا الناس ياكلوا شعير، خرطال، ياكلوا قمح كامل، وياكلوا القطاني، القطاني هي المصدر الاصلي ديال حمض الفوليك، المصدر الاصلي لحمض الفوليك القطاني. الحمص والفول والعدس واللوبيا والجلبانه يابسه، والفول هو اللي الحمص والفول فيهم تركيز عالي. ولذلك نلاحظ، نعطيك مثل النساء الحوامل مثلا. النساء الحوامل الان المراه كتكون حامله وباقا تاخذ منتوجات صناعيه، باقي كتاخذ مشروبات غازيه، باقي كتاخذ حلويات، باقي كتاخذ بسكويتات، باقي كتاخذ شوكولاته، باقي كتاخذ اشياء صناعيه. هذه المراه ستسمم أكيد. هي ثم ستسمم هذا الجنين. هذا الجنين لما يزداد ب يعني خلقه ضعيفه جدا أكيد. ثم من بعد الحليب ديالها اللي غادي يرضع هذا الطفل، غادي يكون فيه حليب. الناس كيتكلموا على كميه الحليب عند المراه، جوده الحليب عند المراه، المراه كل ما تاكله يمر في الحليب الى الطفل أكيد. ولذلك نلاحظ على ان الامراض مثل الاوتيزم، هذه مثل الامراض مثلا مثل المرض التوحدي والامراض الاخرى اللي غادي نشوفوا مثل الابيليبسي، حل المشكل هذا ديال الصرع، ثم المشكل ديال الانيميا، والمشكل ديال عدم النمو، ديال عدم تحصل. الاطفال الان مابقوش كيعملوا يعني هذو الاعمال اليوميه ديالهم اللي كيجي للمنزل. الطفل ربما والديه هما اللي كينجزوا ليه هذوك التمارين، الانجاز ديال التمارين كيكون الاب ولا الام، ان الطفل لا ينجز هذه التمارين. علاش ولاو كيجيبوا معنا؟ حنا ما كنا ناخذوا معنا اعمال الى المنزل أكيد. ابدا أكيد. كنا كنخرجوا من المدرسه صافي قرينا. الان حتى التحصال اثناء الوقت الدراسي هو وقت طويل بالنسبه للطفل. الطفل مازال كيدرس 6 ساعات وسبع ساعات في اليوم، هو وقت طويل لهذا الطفل. ثم هذا الوقت الطفل ما كيحصلش فيه اكثر من 40 دقيقه في اليوم، ولذلك هذاك الوقت الاخر كله الطفل غيكون عياء، يكون عنده نقص في الفيتامينات، نقص في اليود، نقص في الفيتامين ب، نقص في الحديد، نقص في الزنك، كذلك مكون الزنك هو يعطي قوه للجسم. فالطفل لا يحصل هذا الطفل سيضيع هذا الوقت في المدرسه، وسنضيع نحن معه وقتنا كذلك معه. وهذا هو المشكل، لأن الطفل إذا قرأ غير ساعة جيدة في اليوم كافية، قرأ ساعة جيدة أحسن ما يقرأ 5 ساعات ولا يحصل.